هل السائل أختكم ألف ميم تقول: هل استعمال معجون الأسنان يغني عن السواك؟ وهل يثاب من استعمله بنية طهارة الفم؟ أي هل يعادل السواك في الأجر الذي رغب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يستاك؟ نعم، استعمال الفرشة والمعجون يغني عن السواك، بل هو أشد منه تنظيفا وتطهيرا. فإذا فعل الإنسان حصلت به السنة، لأنه ليس العبرة بالأداة، العبرة بالفعل والنتيجة. والفرشة والمعجون يحصل بها نتيجة أكبر من السواك المجرد. لكن هل نقول إنه ينبغي استعمال المعجون والفرشة كلما استحب استعمال السواك، أو نقول إن هذا من باب الإسراف والتعمق، ولعله يؤثر على الفم برائحة أو جرح أو ما أشبه ذلك؟ هذا ينظر فيها.